السلام عليكم. إذا نظرنا حولنا في هذا الكون فسوف نري إبداعات الخالق سبحانه وتعالى، وفي كل مخلوق من مخلوقات الله تعالى قدرات ومعجزات تشهد علي قدرة الخالق عز وجل. وهنتعرف مع بعض عن كائن صغير مجهري يعتبر الأقوى علي وجه الأرض حتي الآن، فهو كائن خارق لا يشبه أي كائن آخر، وله إمكانيات مذهلة عن غيره من المخلوقات، وبإمكانه العودة للحياة بعد الموت. وقبل ما نتعرف عليه، الرجاء عمل لايك واشتراك في القناة. ومعكم معلومة مع بيرو. كائن دب الماء أو بطيء المشي، له قدرة على مقاومة أقصى الظروف التي لا يمكن تخيلها، وقدراته على تحمل الظروف الصعبة والعودة للحياة. وعلى الرغم من أن طوله أقل من نصف ملي متر، وهو اسمه دبابة الماء، وسمي ببطيء المشي من طريقة مشيته اللي بتذكرنا دايما بمشية الدب. وضعوا العلماء في أقصى التجارب لمعرفة قدرته وإمكانيته على الحياة، ولكنه لا يموت، وهو قادر على تحمل درجة الحرارة تصل ل 150 درجة مئوية، وبيتحمل البرودة في درجة 272 تحت الصفر، وده بسبب خلاياه اللي بتمكنه من إنه يعود مرة تانية للحياة بعد تجميد خلاياه وبعد تعرضه لأقصى درجات الحرارة. ولو تركت هذا الكائن بدون ماء وبدون هواء لمدة 10 سنين فبيموت بشكل مؤقت خلال هذه السنوات، وممكن بمجرد تعرضه للماء والهواء أن يعود مرة أخرى للحياة. وأثبتت التجارب اللي اتعملت عليه أن الكائن ده بيتحمل كمية كبيرة من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة، وكمان بيتحمل الأشعة الغامة القاتلة، وكمان له قدرة على تحمل الضغط اللي بيصل 600,000 ضغط جوي، وده ممكن يموت معظم الكائنات الحية، ولكنه له قدرة انه يستطيع الدخول في الموت ثم يعود للحياة مرة اخرى. وبيقول الخبراء ان ممكن ان يغلى هذا المخلوق العجيب، او يتجمد او يتجفف، ويتركه كمان في الفضاء الخارجي، ويستطيع للنجاة والعودة مرة أخرى للحياة بعد الموت. وقد جعل الله سبحانه وتعالى خلايا هذا الكائن لتجعله كائنا خارقا ليتحمل الإشعاعات النووية، وبيستخدم تقنيات لحماية نفسه، بإمكانه أن يتجعد نفسه وينكمش ويصغر جسمه، وبيستمر في هذه الحالة لمدة تصل ل100 عام. والسر من هذه العملية إنها بتقلل من نسبة التمثيل الغذائي له، ثم بيعود بشكل طبيعي إلى حالته. أما بقى عن تركيبه، فله 8 أرجل ويملك أكثر من 1000 خلية وجهاز هضمي متكامل ونظام عصبي، ولديه كمان نظام تنفسي خاص به، ده غير إدراكه وذكائه، وكمان بيملك أسنان قوية ومخالب حتى، ويأكل كل شيء حتى لحم البشر، غير إنه كمان بيعيش في جميع البيئات منها الأماكن الرطبة وينابيع السخنة وتحت طبقات الجليد الصلبة ورواسب المحيطات. وأثبتت الدراسات إن دب الماء كان موجود من قبل 500 مليون سنة، ويوجد منه أكثر من 900 نوع وتختلف عن أي كائنات أخرى. ودب الماء كائن بيتحدى الفناء، والتنبؤات الدراسية الحديثة أثبتت أنه كائن الناجي الوحيد على الأرض في حالة وقوع كارثة أبادة الحياة على الكوكب. فسبحان الذي خلق فأبدع هذا الكائن المخلوق المجهري الصغير، فله في ذلك حكم. وكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، وأرجو أن تكون أعجبتكم،
وأرجو عمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس تشجيعا لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكنتم مع معلومة مع بيرو.